إذاعة الديوان من صفاقس. إينس عسلمة. وي عسلمة. أهلا بيك. عايشك، مرحبا بكم. الله يخليك. بيه ما نحبش نطول عليك برشا، لكن انا حكيت الحقيقه في برنامج يسير علينا عن طريق محاميتك مدام لبنى، هكا ولا حكيت لنا شنو صار، ولكن نحب نرجع عليك انت خاصه بعد ما تم اطلاق سراحك بلسانك انت. شنو اللي صار عليك؟ اللي صار هو نهار 19 ديسمبر مشيت باش نشكي في مركز حي النصر، مساعد رئيس المركز نتاع حي النصر، اللي قام بسلبي وتشويهي عبر صفحات الفيسبوك. مشيت دخلت ككل مواطن باش يمشي ياخو حقه، كان نجمو نقولو الجملة هذيا. واللي صار انه صبركو، معناتها تم صبركة ملف كامل ضدي، وتوقفت. هذه الخلاصه الكل. لما جست نحب نرجع على حاجه، اللي انا وقت اللي عيطوا للعون نتاع الاستمرار، اللي هو خاطر وقتها بيرمانونس، ما تمش سماعي في المركز تاع حي النصر، وإيزون ديسيدي، معناتها قرروا أنهم يهزوني للمنطقة نتاع الحرس العوينة، اللي هي كان خاطر فما عباد ما يعرفوش منطقة الحرس، هذه المركزية نتاع الحرس شكون يبحث فيها، معناتها هذيا يبحثوا الإرهابيين، يبحثوا الوزراء نتاع بن علي، الكل تعبات في المركز، في المنطقة هذيا، في المركزية هذيا. وقالوا لي باش تمشي فولا، باش يتم سماعك في المركزيه نتاع العوينه. مشيت انا، مشيت نورمال، معناتها في بالي باش نمشي تاخو حقك، ناخذ حقي. دخلت المركزيه نتاع العوينه، دخلوها هي مساعده رئيس المركز، قعدوا معاها ساعه غير باع، من بعد دخلوا الشهده اللي معايا انا، وما دخلوني انا، قعدت معاهم 10 مينوت اكزاكتومون، وقالوا لي راهو باش يتم استنطاقك. يا اخي انا قلت لهم مش معناتها استنطاق، خاطر حسيت اللي فما حاجه كيما لي با، الحكايه كبرت. اللي فهمته من بعد انه النيابه العموميه اذنت بايقافي من مركز حي النصر. بيه فما حاجه بركة نحب نوضحها. بطاقه الاحتفاظ، اي بيه فقط بطاقه الاحتفاظ تعاملت من حي النصر، ما تعاملتش في مركزيه نتاع العوينه. معناتها هما المحضر اللي عملوه لي والاستنطاق اللي عملوه والشهيد وذاك الكل، هذيك الكل معناتها طيبه على المسرحيه اللي تواصلت حتى نهار اللي خرجت 16 جانفي. مساعدة رئيس المركز حسب ما تقول إيناس أنت، معناها تهجمت عليك وثبتك على صفحة الفيسبوك، هكا من هنا بديت الحكاية. معناتها عندك ما يثبت إيناس أنه هي اللي قامت بالاعتداءات هذه؟ عندي ما يثبت. أنا كي مشيت، أنا عندي ما يثبت، وكي مشيت للمركز نتاع حي النصر وريت ما يثبت، وريت لي كابتور ديكرون نتاع اللي في تليفوني، ووريت لي ميساج اللي مازالت كي بعثتهم لي. معناتها هي تخدم في المقر نتاع العمل نتاعها وتبعث لي في الميساجات. معناتها انا قبل ما نوصل لمركز حي النصر بربع ساعه ديجا هي اخر كومنتير ولا اخر ميساج بعثته لي، ووريته لرئيس المركز، ووريته للعاونه تخدم غاديكا، وقالوا لي ما فما حتى مشكل، هذا ما يصيرش، وهذا شنو في المركزيه نتاع العوينه. قلت لهم هاو تليفوني اعملوا معاينه. حسب رايك علاش؟ قالوا لي باهي. علاش انت بالذات؟ علاش هو ماهوش انا بالذات، هو ديجا علاش حطوني في على الفيسبوك؟ معناتها علاش قاموا بتشويهي؟ معناتها صله من امنيين قاموا بتشويهي بوغ لو نيي كي سامبل ريزون، لان خطيبه وليد زروق. معناتها هذا هو السبب الرئيسي. ما لقاوش كيفاش يدخلوا لي هو، اي با ايمو اتاكي انا. معناتها احنا اليوم في 2015 بعد ثورة، بعد 4 سنين من اللي نورمالمون الدنيا تبدلت وعملنا ثورة، نلقاو نفس الممارسات نتاع لابو دو بوفوار، خاطر هما عندهم كيفاش لو بوفوار انهم يفبركوا اللي يحبوا،
دونك يعملوا اللي يحبوا خاطرهم هما بوليسيه معناتها هما بولي هما مواطنين من درجه اولى وانا مواطنه من درجه ثانيه. مساعده فما فما مثلا كمل لي ناس. دونك التشويه جاي من غاديكا مش خاطر انا تبليو عليا ولا خاطر انا ولا خاطر انا لا سينمائيه لا هذا كل ما يهمهمش هما معناتها هما سي فري كو وقت اللي قاموا بتشويه قاموا بتشويه بسيفتي النقابيه باغ اكزومبل فلا ايناس بن عثمان النقابيه كاتبه العامه نقابه الاتحاد العام التونسي للشغل وجبدوا الناس الكل وسينمائيه واحد وخطيبه وليد زروق سامحوني في الكلمه الديوس معناتها من غاديك بديت انا حملت ومن بعد في الاخر بالكل معناتها راني ما نجمش انا عندي عائله ورايا عندي سيفتي النقابيه زاده ما نحبهاش تتنس عندي خدمتي عندي بنتي عندي برشا حاجات معناتها وهذا حقك كمواطنه تونسيه. السؤال اللي يطرح نفسه هنا يا إينيس مساعدة رئيس المركز اليوم هل تباشر في عملها بصفه تلقائيه وفي نفس المركز ما تبدل حد شيء؟ لا فما برشا حاجات تبدلوا الخطان خاطر هما سيان لوبي معناتها هما مجموعه بالاسم معروفين فلان وفلان وفلان لابخوف اللي فما واحد اللي انا عمري في حياتي لريته جاي شهد ضدي في الحادثه هذيك اللي هو ماهوش حاضر فيها اللي هو اسمه فتحي المحدي هذا رئيس فرقه الارشاد نتاع اريانا السيد هذايا ماهوش حاضر على الحادثه ويشهد ضدي والشهاده هذيك اباء في المحكمه مشيت هاو الأخطر مش أنه في البحث البداية يتم معناتها فبركة ملف المشكل أنه تتواصل المسرحية حتى للقضاء راهو زوج جلسات صاروا عليا ما صار عليا اللي ما صارش حتى على أكبر مجرم في تاريخ الإنسانية راهو 200 بوليس يهبطني للجهال و200 يطلعوني والمحكمة انسيكلي بالكراهة بالبوليسية هذا الكل علاش هذا الكل على خاطر لولوبي هذايا موجود في أريانا مالوغوزمون أنا تحت زادة في محكمة أريانا موجود في أريانا يساير فيهم مع دونك قلت لك نرجع للي صار تحل بحث في وسط وزارة الداخلية في الأسامي هذوما وفما واحد منهم ديجا موجود في الحبس تو اللي هو اسمه محمد الرويسي ما نعرفش كان سمعتوا بها بتهمة القضية برشا تهم عنده معناتها نتاع كوربسيون السيد هذايا معناتها عنده حتى دوسي نتاع فيول من 2006 السيد هذايا اللي هو كان مساعد رئيس مركز في المنزه يخدم لاباس عليه معناتها حتى واحد ما جاي وقال له شبيك باغ اكزومبل اغتصبت فتاة والدوسي هذايا موجود وعاود تحير من بعد مشكلتي انا خاطر فما ناس وقفت باش قالت راهو العباد هذوما راهم عندهم فساد كيلكو باغ لا العركة الأولى هي بالكل أن وليد زروق معناتها العباد هذوما فضحهم ما بين زفرين يعني حابوا يمشوا بمنطقة حسب فهمت من كلامك حابوا يمشوا بمنطقة متسلفة مردودة هكا متسلفة مردودة فوالا توا الأشخاص هذوما معناتها اللي عملوه في الكل توا يلحلحوا باش يتم صراح معناتها باش فما عباد تتنازل على القضايا اللي قدموها ضد السيد محمد الرويسي. دونك الحكايه كبيره معناتها انا التوقيفه نتاعي حلت برشا دوسيات معناتها سي لارب كي كاش لا فوغي فهمت راهو معناتها الكاش توت لا كوربسيون اللي موجوده في وسط المنظومه الامنيه معناتها بوليسي من غير ما ندخل في التجاوزات اللي ريتهم قدامي معناتها في الايقاف من غير ما ندخل في التجاوزات احكي لي نحب نسمع سامحني اهم حاجه ممكن تعنينا في الايقاف كيفاش كانت المعامله هل كانت معامله جيده معايا انا المعامله كانت جيده
الحقيقه انا راني ما نقول انا ناخذ كلمه حق للناس الكل. لا 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 كلمه حق معناتها انا بالاكتيف راهو معناتها معناتها خاطرك عندك شكون دونك به عجبتني كي قلت كلمه عجبتني فيه هذه لانه نعرفوا تقع التجاوزات في الايقاف. راني كوريكت على الاخر معناتها بالحق معناتها كي نقول بالاكتيف بالاكتيف وكان ترجع تدخل لي ستاتيو نتاعي نتاع الفيسبوك الاخرانيين وديما نعاود ونقول مسكين الزوالي اللي ما عنده حد اللي ما عنده حد يحكي عليه ويجيبوه في الليفي. انا اليوم وقفت معايا ناس وقفوا معايا محامين اللي نشكرهم وبالحق نشكر الناس الكل اللي وقفت معايا من اعلاميين وصحفيين ومحامين ومجتمع مدني معناتها كي خرجت وشفت لي فيديو وشفت البيانات جيت تريزيمو معناتها دمعتي ما هبطتش في وسط السجن ما هبطت وقت اللي ريت العبيد قديش وقفت معايا دونك وين كنت انا اي دونك في بوشوشه كانت المعامله جيده باسكو الظروف العامه نتاع الايقاف راهي مش مزريه معناتها غادي شويه من راهي متعاسه معناتها مثال اكزامبل مثال من كواليس الايقاف مثال قديش من معناتها مش جريري فما ناس تبيت على القاع معناتها كانت تكسر البيت اكثر من عدد الجريري واللي ما عادش عندهم راهو فما قريب 400 موقوف وهو ما تتحمل بشوشه كان 100 موقوف هذا مثلا راهو الناس على بعضها راهو الحاجات الاخرين اللي ريتهم وهذايا نداء للمنظمات الحقوقيه راهو الموقوفين لي مينور موقوفين الصغار اللي موقوفين في بوشوشه راهم هما اللي نصفوا راهم هما اللي نصفوا سامحوني كان معناتها سي هكا شويه شكون مي راهم اللي نصفوا تواليتات النساء معناتها نقوموا صباح ينصفوا لنا تواليتات التواليت اللي هي معناتها ما تتقربش هما يدخلوهم باش ينصفوا هذوما لي مينور صغيرات لي مينور هما اللي نفوا هما اللي يسيقوا وهما اللي يغسلوا السيوس اللي فيها الصبة معناتها السيوس ما نحكي لكش خاطر قلت لك فما 400 موقوف وفما 100 بول بلاستيك البول بلاستيك ولا لونه أحمر بالماكلة معناتها الصباغ اليدين نتاع المقرونه الجاريه هذيك راهي صبغت تلما ما تبدلوش وتلما الجريبه راهي معناتها انت ترقد على جريه اللي هي مش جريه معناتها حاجه موس ليبيسور نتاعها 2 سنتيمتر جريه راهو ماكلها جربوع وريحتها ما نحكيلكش معناتها الريحه أكثر حاجة اللي تقعد في بالك في بوشوشة هي الـ هي الـ هي الريحة باسكو يا اون اودور انسوبورتابل اسمعني انت مشيتي والظروف هذيا قاسية على السجين على الموقوف وعلى عون الأمن دونك عون الأمن بطبيعته يولي على أعصابه عون الأمن بطبيعته يولي يرجع الغش يكش وينش ويرجع الغش عليك أنت ودونك تدخل انت في دوامه ما تتحل كان بقدره قادر معناتها يلزم فريمون اون فولونتي بوليتيك باش الشيء هذا الكل يتغدى. شكرا لك. وبعد هي كمل ما تسالش ينيس كمل الوقت مازال اما نعرفك البرا برد شويه خاطر قلت ثم شويه حس البرا برد به كمل احكي لي على السجن منوبة على السجن منوبة باغ كونتخ سجن منوبة كان لي معناتها كونفور اقصى لا معناتها قاسي اكثر من الايقاف بالنسبة لي انا هو جينيرالمون العكس انا في السجن تعاملوا معايا بمنطق زادة كيف انصر اخاك ظالما او مظلوما وتكتلوا عليا معناتها خاطر فما برشا منهم زادة كونتر وليد دونك انا اللي كونتر وليد يكش ويسمعني الكلام وواحد واللي مع وليد واكثر من هكا اللي متعارفين مع وليد واللي يعرفوه خاطر هو كان سجون اصلاح معناتها
فما 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 عوين يعرفوه يعرفوه معنا يجيون يقولوا لي يكلموني بالسرقة باش يقولوا لي لباس ماكش لباس شنو ناقصك تحبش حاجة نوصلوا حاجة يجيوا يكلموني بالسرقة خايفين من خطر خطر اللي فهمتوا أنه الناس الباهين واللي عندهم هكا مازلت عندهم شوية إنسانية ما همش برشا في السلك هذايا. ولكن ما ننفيوش أنه فما ناس شرفاء في هذا القطاع. فما شرفاء الذكاء شنو قلت لك؟ ما همش برشا معناتها هذوما أقل يمثلوا أقلية وهذا ناتج راهو عن سيستم معناتها منظومة كاملة خايخة ومنظومة هذايا زعما تتبدل اليوم باش هكاكا العون مواطن والمواطن مواطن وما فماش واحد أعلى من الآخر وكل واحد كلنا سواسية قدام القانون على الحقوق تتبني على الحقوق والواجبات. واضح. شكرا ليك ياناس بن عثمان. نعرف خليتك البرة في الطقس هذا بارد شويه تويكا ان شاء الله اللي صار عليك ما يعودش يصير عليك مره اخرى وشكرا ليك. عايشك ميرسي بوكو.